قلت برضو من ضمن المشاكل عندنا مشاكل قطاع غيار. يعني انا طالب 100 مليون دولار والحمد لله رئيس الحكومه يعني حقيقه دوله الرئيس المهندس شريف اسماعيل هيوفرهم لنا عشان في قطع غيار حقيقه عقود ممضيه بقى لها سنتين اتاخرت قطع الغيار دهيت نتيجه ازمه الدولار كانت في الوقت ده. الحمد لله احنا دلوقتي ما عندناش ازمه فاحنا عندنا بس تحت المبلغ وهنجيبهم على طول يعني في قطع غيار ابتدت تيجي فان شاء الله برضو الناس كلها هتبص هتلاقي حضرتك يعني حقيقه بامانه طفره في الفتره اللي جايه دي. بس انا عملت حاجه برضو عشان الناس تكون عارفاها ان شغل الاشارات اللي احنا بنشتغلها دي بنشتغل والقطر شغال احنا ما بنعملش تطوير الاشارات والقطر واقف فتخيلت الصعوبه على طول طبعا. طب اعمل ايه؟ يبقى الحتت اللي احنا مقسمينها الزونز اللي احنا مقسمينها لازم يكون في تهدئات وفي تهديات جامده وده السر ان القطر بيتاخر في يعني بتاع القاهره اسكندريه عندنا تقريبا من ربع لثلث ساعه صحيح. نتيجه التهديئات صحيح ممكن يكون في ظرف اخر حصل فجاه مثلا جرار حصل فيه مشكله بتاع ممكن يعني انما الحمد لله معظم الاعطال حاليا دلوقتي مفيش هي معظم التاخير الربع والثلث ساعه بتوع الايه بتوع المشروع اللي احنا بنعمله يعني كويس ان حضرتك بتذكر ده عشان الناس احيانا تقول لك القطر اتاخر القطر اتاخر لا أنا بالمصري أنا كل تاخيره وفيها خيره نحمد ربنا لان التاخير ده احيانا بيمنع وقوع بس صدقيني انا ما بهزرش لما بقول لك ان شاء الله باذن الله الناس هتجني ثمار صبرها معانا انا بس كل اللي بطلبه يصبروا معانا بالذات قطاع اسكندريه الحد ان شاء الله اخر 2018 هيلاقي تغير كامل مع وجود قطع الغيار الجديده اللي هتيجي انا هدخل على المترو بس دايما هتلاقي العناوين اللي دايما براقه جدا ويعني تعمل ترافيك او مشاهده عاليه جدا قطارات الغلابه يا وزير النقل اين انت من قطارات الغلابه حضرتك دايما عارف ان ده العنوان اللي بيتصدى على القطر على القطر فعشان كده انا هدخل للمترو طبعا عشان المترو عندنا مشاكل طبعا كبيره فيه لكن ولو انا يعني في الحلقه بتاعت النهارده خدت من وقت حضرتك بس السكك الحديديه ومترو الانفاق هبقى يعني ممتنه جدا ان انا عرفت ايه اللي هيحصل فيهم لكن عايزه برضو اقول رساله واضحه لان الصوره المؤلمه الخاصه بالقطارات ما زالت مش بس الحوادث لكن حتى اللي ماشيه على الطريق والحمد لله بتوصل بالرحلات الناس غير راضيه على مستوى الخدمه طبعا انا غير راضي عنها اطلاقا يعني عندي كلمه يمكن بحب دايما اقولها انا لما جيت من 7 شهور فبيقولوا لي العربيات دي مطوره والعربيات دي مميزه قلت لهم ولا دي مطوره ولا دي مميزه ده اسماء ما اعرفش جابوها منين يعني هي دي عربيات يا فندم من سنه عربيات روماني من سنه تقريبا 72 طوروها في ورش السكة الحديد وسموها عربات مطوره عمل ايه هو دهن من بره هو معهوش امكانيات برضه خدي صحيح. بالك صحيح انا هقول لك حاجه كام عربيه عندنا هقول لحضرتك كام عربيه احنا عندنا 808 عربيه مكيفه وحوالي 2300 وشويه اذا لم تاخذني يعني الريكورد 2350 اعتقد عربيات اللي هو بيقول عليها مطوره او مميزه دي اللي هي ما يطلق عليها 2300 ال 808 دول المكيفين انا غير راضي غير عن 212 اللي هم اللي قلت لحضرتك عليهم ان هم في اي بي اللي هم اللي ما يطلق عليها في اي بي وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يقدرنا ونحط يعني بلانز ويجي اللي ورانا يكمل عليها ان يخلي كل العربيات في اي بي ان شاء الله هنا بقى نختلف انا وحضرتك اختلاف صغير يعني انا ضد اللي انا حكايه في اي بي دي مسمى في اي بي دي ما مش عاجبني يعني بصراحه طيب انا